فيديل كاسترو زعيم شيوعي ارتبط اسمه باسم كوبا التي تزعمها حوالي 50 سنة معادياً الولايات المتحدة. ولد منتصف العشرينيات من القرن الماضي، انضم للحزب الشيوعي لتحقيق استقلال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية. انتقل كاسترو إلى العمل المسلح بعد انقلاب الجنرال باتيستا وإلغاء الانتخابات. دخل السجن وخرج بعفو رئاسي، فهرب إلى المكسيك للإعداد لحرب ضد النظام مع أخيه راول والمناضل الأرجنتيني إرنستو تشي جيفارا. سرعان ما انهار النظام باتيستا بعد حوالي 4 سنوات. تبوأ كاسترو منصب رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية. انعطفت كوبا بعد الثورة على باتيستا إلى طريق الشيوعية، تأميم للمصانع والمزارع وإنهاء للهيمنة الأمريكية على الاقتصاد. استشعرت الولايات المتحدة الخطر واتهمت بتدبير حركة تمرد مسلح ضد كاسترو في خليج الخنازير. استغل كاسترو الأزمة لإلغاء الانتخابات، فردت الولايات المتحدة بحظر اقتصادي كامل رفع جزئياً في عهد أوباما. كوبا بقيادة كاسترو كانت أبرز وجوه الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، حيث نشر فيها الاتحاد السوفيتي قواعد لصواريخ نووية. مع استمرار تدهور حالته الصحية، عين كاسترو أخاه راول رئيساً مؤقتاً قبل تسلم الأخير السلطة رسمياً بعد سنتين. كاسترو رمز للنضال، يقول البعض، ويصفه البعض الآخر بالديكتاتور. كيف ترون فيديل كاسترو؟